تمكنت الحكومتان العراقية والتونسية من إيجاد حل للطائرات العراقية الثلاث الجاثمة في مطار سوسة بعد 29 سنة، ودفع العراق ما قيمته 4,800,000 يورو كاتفاق تسوية للمستحقات، والتي خفضت بنسبة 50% نتيجة التحرك الحكومي الذي جاء بعد أن كشفت قناة التغيير وعبر برنامج من بغداد الذي يقدمه الإعلامي نجم الربيع، ومن خلال استضافة مفتش عام وزارة النقل السابق قيصر الهاشمي، كشفت عن معلومات مهمة تتعلق بالطائرات العراقية الرابضة في تونس وغرامات بملايين الدولارات يتحملها العراق دون وضع حلول جذرية للملف الذي يعتبر من ملفات الفساد الكبيرة في وزارة النقل. هي كانت وديعة، كانت أمانة، الولد رجعوها، بعتي هاي الطيارة زين ندفع عليها غرامات، الان ندفع عليها ارضيه، وين صار الموضوع؟ تناقش البيانات. طبعا عاشت ايدك سميتها طائره العراق مو طائره صدام، يعني هي طائره ترمز للسياده العراقيه. انت تعرف الان هوليوود سوت افلام قيمتها ملايين الدولارات حول موضوع اهميه ورمزيه الطائره الرئاسيه، واذا تختطف واذا شلون الاف 16 ترافقها، فهاي الطائره لها رمزيه، لكن للاسف ما تعاملنا وياها بهاي الرمزيه. كانت ثلاث طائرات في تونس في مطار سوسة، حتى مو بهناكر، ما مخلي بهناكر لحمايتها، الرمل والظروف الجوية حقيقة هواي مثل ما نقول سببت أضرار بهاي الطائرات. في سنة 2010 أو 2011 دفع العراق يمكن 10 مليون دولار غرامة للتونسيين على جثوم، على ربوض الطائرات أرضية. 10 مليون دولار؟ 10 مليون أو 11 مليون دولار على ثلاث طائرات أو طائرة واحدة؟ على ثلاث طائرات. هناك رابضات في مطار سوسة. كان يفترض أنه هاي الطائرات تسحب إلى العراق. قالوا هاي الطائرات ما بيها جدوى اقتصادية إذا جبناها. لا جدوى اقتصادية تدفع عليها غرامات؟ زين، ما بيها جدوى اقتصادية لعد تبقى. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مفتش عام وزارة النقل السابق قيصر الهاشمي. أهلا ومرحبا بك سيد قيصر، وبالبداية كيف كان تحرك العراقي استجابة لما تم كشفه عبر قناة التغيير في برنامج من بغداد مع الإعلامي نجم الربيعي حول الطائرات العراقية الثلاث الجاثمة في مطار سوسة؟ السلام عليكم أختي الكريمة، حياتي لكم ولمشاهدكم الكرام. بفضله تعالى فتشت الموضوع من خلال قناتكم المباركة، إعلاميا أقصد وليس رسميا، لأن رسميا هي هذا الأمر إحنا متداول وكجهة رقابية أثناء عملنا كمفتش عام لوزارة النقد. تحركنا على الموضوع بعد أن كشفنا وجود مقصرية واضحة من الجهة المكلفة بحسب الموضوع، بعد ما العراق دفع مبلغ قرابة 10 مليون دولار إلى التونسيين لقاء أجور ربوض الطائرات في مطار سوسة أيام الوزير السيد هادي العامري. بعد ما حسمت القضية بطريقة جيدة جدا، كلفت لجنة من الوزارة، لجنة فنية بحسم موضوع الطائرات، لأن هذه اللجنة تقاعدت عن أداء واجبها، مما أدى إلى ترتيب غرامات إضافية عن أجور ربوض الطائرات بعد فترة الغرامات 10 مليون المدفوعة في زمن السيد الوزير هادي العامري، وهو كلفهم بحسب الموضوع لما لهذه الطائرات من رمزية من ناحية، ومن ناحية ثانية كان يترتب مبالغ عن العراق. فهاي اللجنة مثل ما قلت لكم قاعدة شكلنا لجنة تحقيقية وصلنا إلى نتائج كبيرة، لكن وأثناء ما وصلت إلى نتائج بتحديد المقصرين ترأست لجنة للذهاب إلى تونس بخصوص إعادة فتح خط النقل الجوي مع الجانب التونسي. الجانب التونسي كان متعاون جدا وأبدى استعداده لإفراج العراق من الغرامات التي ترتبت بعد دفع الغرامة الأولى للمعالجة. قدمت مطالعة للسيد الوزير، وكان هناك تعاون كبير من سعادة السفير جابر حديد جابر سيفينها، قدمت له مطالعة أنه الحمد لله توصلنا مع الجانب التونسي لإعفائنا من الغرامات، وبإمكان الجانب التونسي تقديم الاستشارة الفنية مجانا لدراسة إمكانية إعادة الطائرات إلى العراق أو صيانتها أو إيجاد حل لها، مع أنه الجانب التونسي قدم أنه استعداد مقترح استعداده
لاستخدام نقول بالقوسين التونسيه للطيران الى اوروبا بدلا من تركيا باسعار رمزيه. لكن تفاجات انه السيد الوزير فطر هامش، كان هامش حقيقه بجارح دي، وكانه يعاتبنا على ان دخلنا هذا الموضوع بالافتتاح الخاص بدل من ان نكافئ. فاتحنا رئاسة الوزراء خاطبت وزاره النقل تحسهم انه لحسم الموضوع باعتبار انه السعرات اصبحت ملك لوزاره النقل بعد عام 2003، ولم يتم اتخاذ اي خطوه الى الامام لحسم الموضوع. بعد ما طلعنا على قناتكم الكريمه في عام اعتقد 2018 كان هناك بعد ما اصبح التغيير الوزاري وبعد اداره الخطوط تغيرت كان في انكفاح حسن جبار، صارت متابعه. في اللقاء الاخر اللي طلعنا قبل ايام اكتشفت انه الجانب التونسي والجانب العراقي وصلوا الى نتائج كبيره في رئاسه السيد كفا حسن جبار والسيد عباس ناصر مجيد والسيد مؤيد من الوزاره بمتابعه حديثه. والحمد لله وصلوا الى انه اعفاء العراق من 50% من الغرامات التي ترتبت الاضافيه الجديده التي ترتبت على ركوب الطائرات، ومن ثم ايجاد طلب استشاره من جهات فنيه متخصصه للنظر في مصير هذه الطائرات. احنا هنا ايش نقول؟ نقول لو كانت الجهات الفنيه التي كلفت من قبل السيد هادي العامري بحسب موضع الطائرات لو قامت بواجبها بامانه واخلاص كما تقوم بواجبها تجاه المصالح الضيقه لما وصل الحال الى هذه المعاد. لان الطائرات الراسيه اي طائره ما تقاس بتاريخ صنعها وانما تقاس بتشغيلها وحالتها الفنيه. طائره الترام وطائره الاردوغان ما تقل ما تزيد شانا ولا اكثر قيمه من الطائرات العراقيه رابطه في تونس، لان هنالك متابعه لاجراءات الصيانه وغيرها. فاحنا انا احيي اداره الخطوط الجويه العراقيه واحيي الوفد على جهوده الكبيره والكريمه اللي وصلنا هذه النتائج، وكذلك يوضح دور الاعلام الهادف البناء في كشف الحالات السلبيه والتي تسبب هدر في المال العام وضياع لحقوق العراق. وكذلك اطلب ان شاء الله اقترح من الجهات الرقابيه المختصه التحقيق للوصول الى المقصرين الحقيقيين لعدم حسم ملف عوده الطائرات او حسم مصيرها في تونس بعد ان قام العراق بدفع ذلك المبلغ اللي هو 10 مليون دولار. واعتقد حسب رايي البسيط انه المقصريه تتوزع بين جهتين، الجهه الاولى اللي هي بعد دفع الغرامات من الجهه الفنيه، والجهه الاخرى اللي لما قدمنا التقرير الفني وتقاعست عن استكمال الاجراءات، وهذا الجهات الرقابيه جهات رسميه عندنا ان شاء الله والجهات القضائيه وتمارس ان شاء الله عملها بكل دقه وحياديه، ونحن على استعداد لاي جهود اي استشاره اي متابعه للموضوع تطوعا. نعم سيد قيصر اسمح لي وفي سؤال آخر، هل هناك تحرك حكومي يتعلق بأموال العراق في الخارج أو ممتلكات الدولة العراقية الموجودة في عدد من الدول؟ سؤال مهم جدا. طبعا هذا هنا نجي على لو كان أكو اختيار وفق المعايير المهنية والوظيفية البحثة البعيدة عن البيوت والتوجهات لكان هذه الاموال اعيدت ولم تضيع. يعني انا اذكر فتحاله طبعا سؤال مهم جدا اشكرك عليه انه تابعنا انا والاخ السيد عبد الصاحب الطرطبائي كان مفتش عام وزاره الخارجيه، تابعنا الطائره الفالكون اللي هي كانت تابعه لوزاره الخارجيه. وهذه طبعا من سنه 2003 ما حد تابعها ولا اي جهه تابعتها رغم مو اختصاص وزاره النقل، لكن تكون بعض الاجراءات الفنيه تتعلق بالنداءات و الحاله الفنيه للطائره وجدت اوليات في وزاره النقل تتعلق بطائره تخص وزير الخارجيه العراقي. تابعناها لقينا يعني وجدت انه اخر مرحله وصلت كانت في بريطانيا، واحدة الشركات في احدى الجزر سيطرت على هذه الطائره، واحنا كان يفترض نتابعها الطائره قد اشتغلت على الاقل نطالب باجر المثل عن هذه الطائره، نطالب بفوات المنفعه من قبل الجهات التي استخدمت هذه الطائره من الدول اللي كانت نقول هذه الطائره تعمل بها. اما ما يخص وزاره النقل فاحنا تابعنا كثير من المكاتب والاملاك اللي تخص الخطوط العراقيه خارج العراق مثل مكتب الخطوط العراقيه في تونس ومكتب في هولندا، املاك في هولندا وكذلك في لندن، لكن احنا بوقتها كان ما يعني ما استمرين نقلت الى مكان اخر.
وبعد الغاء منظومه مكاتب المفتشين العموميين بسبب المحاصصه، لانه طالبوا بمجموعه من المفتشين يكون حصص في هاي الجهه وتلك الجهه، وبعد ما وايضا بعض الخلافات الشخصيه مع بعض المفتشين مع بعض الجهات الغيت هذه المنظومه وفق مزاجيه. وكنا نتمنى ان تتم هذا ان تتم متابعه الاموال العراقيه وهذه الملفات كما يتم متابعه الحصص والمصالح. نعم، مفتش عام وزارة النقل السابق قيصر الهاشمي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. وأيضا لا ننسى الشكر الموصول لزميلنا الإعلامي نجم الربيعي الذي دائما ما يفتح ملفات غاية في الأهمية والتي لنقل غالبا وإن لم يكن دائما تلقى استجابة من الجهات المعنية.